السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي على اليوتيوب، أتمنى تكونوا كلكم دايما بخير. معكم أخوكم محمد من قناتكم المفضلة تكنولوجي دوت تي جي. حلقة النهاردة لكل عشاق لعبة بيس 2017 وكل الناس اللي بتلعب بيس 2017 سواء بالماتشات أو غير الماتشات. مشكلة جديدة كده بتقابل الناس اليومين دول، واجهتني أنا شخصيا في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة. يعني أحيانا كده لما باجي أثبت ماتشات كده أجرب الماتش ألاقي ماتش بيقع عند البداية وما بتبداش الماتش وبيطلع، أو محتاج إن أنت تطلع من اللعبة لأنه ما بداش. تعالوا كده نشوف مع بعض المشكلة ونشوف حلها. على سبيل المثال هنبدأ هنا أي مباراة فيها كده، أي ماتش عشوائي كده مثلا برشلونة ضد الفريق ده، وتعالوا كده نبدأ. زي ما انتم شايفين هنا البداية وهنا خدت المباراة، وحاجة صراحة جميلة جدا جدا جدا. طبيعي جدا إن أنت لو شغال في أي ماتش أي لعبة من ألعاب البيس لبوست ستار هتلاقي الفكرة باللعب إن الماتش يعني حصلت عملية سكيب تخطي ان هو يلا نبدا المباراه، انا مش عايز مشهد البدايه نبدا المباراه. ملاحظين هنا انا في الجويستيك معايا هنا بدوس ستار اهوت، يعني بدوس ستار 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 مفيش اي استجابه خالص. طيب هيفضل ايه الكلام ده؟ هيفضل يدي لك المشاهد دي كلها زي ما شايفين مع بعض، المشاهد شغاله جدا 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 ومفيش اي مشكله، ومش مستجيب لعمليه السكيب اللي احنا عايزين نعملها، او احنا مش عايزين نشهد البدايه، احنا عايزين الماتش يبدا. والفكره زي ما انتم شايفين كده وصلنا عند المرحله اللي هم حاطين رجليهم على الكوره واللعبه مش هتبدا خالص. طبعا احنا عايزين نحل المشكله دي، فنجي كده على الكيبورد وندوس على كنترول الت. بعد ما انت عدت تاسك مانجر هنا هنلاقي دي 17 شغاله عادي جدا، يعني حتى مش حصلهاش عمليه النوت ريسبوندنج او عمل او عدم الاستجابه. فهندوس على كليك يمين كده، بعد كده هندوس على جو تو بروسيس. هتوصلنا هنا لملف بيس 17 هنا، هندوس عليه وندوس على ان بروسيس. كده نكون احنا قفلنا لعبه بيس 2017. طيب الحل ايه؟ هنفتح ملف الداونلود ده وهنقوم ماسحين الثلاث ملفات دول اللي هو دي تي 80 100 و200 و300. الثلاث ملفات دول يا شباب، الثلاث ملفات دول يا شباب اللي هم اصلا بيسموا الداتا باك او الداتا باك اللي احنا بنضيفها من سطر اللعبه. احيانا في ماتشات يا شباب ما بتوافقش مع الداتا باك اللي انت محملها، او بتكون هي جايه معاها داتا باك خاصه جدا. يعني الماتش معاه جه معاه الداتا باك غيره برضه ما جاش معاه، مش مشكله شغال على كده على طول. هنقوم دايسين ديليت على الكيبورد وندوس على يس. بعد كده هنبدا خطوه ورا، بعد كده طبعا على اداه تفعيل الاضافات. طبعا اي ماتش انت معاك اداه تفعيل الاضافات وبنفعل الاضافات. هنروح طبعا نحذفهم هم الثلاثه. هنيجي طبعا هنا في اول حاجه نختار داونلود، طبيعي مهم جدا الخطوه دي يا شباب. بعد كده داونلود، بعد كده هنجيب نو دي ال سي، بعد كده نعمل انتشيك اول، بعد كده نعلمهم واحده واحده وبالترتيب يا شباب عشان ما يحصلش اي اختلاف. تمام، بعد كده هندوس على جنريت دي فاي ليست بين. اوكي نطلع يا شباب وتعالوا كده على بركه الله نجرب اللعبه. زي ما انتم شايفين يا شباب فتحنا هنا اللعبه مع بعض جدا، وهنجرب اللي احنا عملناه هل ترى نفعت او لا، اللي هي ان شاء الله طبعا هتنفع. بندوس ستار وبندوس على اللي بيبوظ كده عشان نعمل عمليه السكيب مع بعض. هنبدا طبعا اي مباراه زي ما اتفقنا. زي ما انتم شايفين هنا مشهد بدايه المباراه، يعني هندوس كده مع بعض ستار كده نشوف هيعمل عمليه السكيب ولا لا. زي ما انتم شايفين يا شباب عمل عمليه السكيب كده ونبدا ماتشينا على بركه الله. هنا كورة نيلسون سميدو، صوت كورة، تسلم يا معلم تسلم. طيب يا شباب نكون وصلنا لعادة حلقة النهاردة، ما تنساش تعجب الفيديو وتعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد هنقدمه إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.